ما هو ضابط الدين في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ الدين السليمة في دينها في وعرضها، تكون سليمة في دينها وعباداتها، تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتكون سليمة في عرضها، عفيفة عن الزنا، عن التساهل في بتعرض للرجال، هذه السلامة في الدين. نعم.